On fait des bijoux en argent, certes ahjar karima, des pierres précieuses, des pierres traitées. Donc غادي تشوفوا معايا اليوم شكون اللي دار شنو اللي دار على الموضه في الاحجار في لي بيجو. Alors en été les bijoux les petites mchaou le plus c'est les boucles. Alors les créoles elles sont beaucoup tendance en ce moment, les créoles hado. Et le khalkhal aussi تتمشى بزاف et le sautoir. مع رمضان قريب les femmes تلبسوا جلالب تلبسوا les caftans donc تتمشاو بزاف les sautoirs, c'est vraiment tendance في la période du Ramadan et l'été. Alors en été, les bracelets, ce genre de bracelets, ça marche beaucoup. Donc, hado titmchaou bzaf, kaynin fihom l'ahjar l'karima, ils sont traités. Donc, tilbsouhom les femmes, puisque les femmes tilbsou les demi-manches. Alors, face le safe, kaykon l'aras bzaf, le mounasabat et tout. Donc, عندي des bijoux khassin bil aras, qui jouent avec les caftans marocains, tift nout barkallah. Donc, j'ai hado en bleu. C'est des pierres précieuses bleues. عندي هادو حتى هما يا فيهم احجار كريمه بلي كولور تمكلو ميجو مع الجلابه كيف ما كيجيو مع القفطان اوسي اي جي اوسي هاد لو موديل هذا جي اوسي هاد لو موديل هذا تيجي حتى هو يا مع لي كافون وهادو حتى هما تيجيو غزالين مع لي كافون. بالنسبه للسيدات اللي غادي تلبس بحال دابا باغ اكزومبل هاد لي بوكل غادي تكتفي بهم ما غادي دير حتى شي حاجه في عنقها seulement غتلبس هاد لي كوبل هاد لي بوكل هادو مع الكافطان ديالها الله يجعل البركه باش كومسا ما يجيش لو لوك تري تري شارجي عاوتاني دو بريفيرونس تكون لا كولور ديال لا توني لو كافطان يكون في هاد اللون هذا دو بريفيرونس دونك باسكو تزيدو شعلو تزيدو يبانو الا كان الكافطان في هاد لا كولور اي تكتفي بهم بوحديتهم ما تلبس معاهم حتى شي حاجه واحده اخرى الوغ كو كنعرفوا البلاكي واخ في واحد لا ماتيغ اللي هي خايبه كدير لاليرجي للناس دونك دابا يمكن لينا نشريو النقره في الثمن ديال البلاكي واخ والنقره سي اون ماتيغ كي نوبل دونك هي مذكوره لنا حتى في القران وكتبقى عندها اون دوغي دو في ايليميتي يمكن توريها بنتها اي تو دائما خزنها عندها في البلاكار ديالها عمرها ما تتموت الوغ كو هي بالنسبه لها تمام بحال بحال البلاكيور دونك سي سا لو بلوس لي بغيت نزيد في هاد لي كرياسيون ديالي.